السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ النساء. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. ولا تكن للخائنين خصيما. ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله. واستغفر الله. إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون. وهو معهم. وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وكان الله بما يعملون محيطا. وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا. ها أنتم هؤلاء
فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا يرمي لماني كانت ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم لهم
وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف إلا من أمر بصدقة أو معروف إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما ويغفر ما ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن
يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا يدعون من دونه إلا إناثا يدعون إلا شيطانا مريدا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا ولا يجدون عنها محيصا 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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا وعد الله حقا
وعد الله حقا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا 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 سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله